بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، تحدثنا في الدرس السابق عن فضل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وقلنا أنها حرز، والحرز يعني أن الله تعالى يحميه من كل مكروه ويبعث له ملائكة مسلحة تحفظه من الشياطين. واليوم سأتكلم عن فضل الذكر الأقوى من هذا، وهذا الذكر من الأذكار الأساسية في حياتي، وهو من أقوى الأذكار ومن أشهر الأذكار ومن أعلى درجات الصحة، متفق عليه عند البخاري ومسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. يعني إذا قلت هذا الذكر لا أحد يستطيع أن يسبقك بالأعمال الصالحة، إلا شخص قال مثلك هذا الذكر 100 مرة وزاد عليها بالأعمال الصالحة، هذا الوحيد الذي يغلبك. تعرفون يا أخوة كم تأخذ منك وقت؟ تأخذ منك 7 دقائق فقط، تخيل، وأنت مرتاح غير مستعجل. 7 دقائق في يومك تجعلك في هذه المرتبة في المقدمة. وفي رواية عند النسائي أنه يقولها في اليوم والليلة، وفي السلسلة الصحيحة 100 إذا أصبح و 100 إذا أمسى. نحن فقراء إلى الله يا أخوة، إذا ما اتصلنا بالله وكنا مع الله، الله يعرفنا سبحانه وتعالى ويحبنا، لن نشعر بالأمان. يقول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وأقوى ذكر هذا الذكر الذي أعطيتكم إياه الآن، هذا الذكر بالذات يا أخوة يا أخوات لا تتركوه أبدا قدر المستطاع. هذا ذكر عظيم والله يا أخوة، عظيم وقوي وعجيب، وله من البركات والفتوحات والحظ ما الله به عليم.